بيك. بارك الله فيك على الفدوى، شكرا جزيلا. بارك الله عليك. الله يبارك فيك. الله يسلمك ويجزيك. بارك الله فيك. بعدا اول حاجه كنشكرك بزاف 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 على الموضوع اللي طرقتو ليه البارح. نعم نعم. وكنشكروا داك السيد داك الاستاذ، الله يجازي علينا كل خير. بارك الله فيك. وكنتمنوا تعاودوا تصادفوا ونطرحوا عليها اسئله اللي كتخصنا بزاف على الوليدات. نعم نعم. الله يجازيك بخير. شكرا. الله يحفظك. تفضلي. عندي كيكه بكاوكاو. هذه خديتها على الاخت سعاد وجات رائعه، درتها البارح عندي الضياف جات غزاله وبغيت نعطيها لكم. نعم نعم. فيها كسف مولي خلاط الكهربائي. خلاط الكهربائي. لا بدينا كنحفظوا معكم. لا ماشي مشكل، غير باقا باش ندخلوا كل شيء. نعم نعم. كنعملوا فيه كاس ديال الزيت. كاس ديال الزيت. وكاس ديال سنيده. نعم. وكاس ديال الحليب. كاس ديال الحليب. نعم. وكاس ديال الكاوكاو محمر ومطحون. وكاس ديال محمر ومقشر. ديال الكاوكاو محمر ومقشر. نعم. ومطحون. كنخلطوا هادشي كله في الخلاط الكهربائي. نعم. من بعد كنقصوا منه كاس. نعم. في اناء كنطربوا ربعه ديال البيضات. نعم. نص كاس عاود ديال الزيت. نص كاس ديال الزيت. ونص كاس ديال سنيده. نعم لالا. يعني كنخلطو غير بفرشيطة عادي، وكنضيفو ليه داك الخليط الأول اللي بقى لينا في الخلاط الكهربائي ديال الكاوكاو. نعم. من بعد كنضيفو جوج الخمارات والدقيق. نعم. وكندخلوها الفران حتى كطيب، ملي كتدخل كنسقيوها بداك الكاس الأول اللي نقصنا في الأول. نعم. فراه كتجي رائعة، وكنشكر الأخت سعاد اللي عطاتنا هاد الوصفة. تبارك الله عليك. شكرا ليك. الله يخلينا لبعضياتنا يا ربي وكلنا. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يجازيك بخير واحد الطلب. نعم.